مسألة 117 أنسيما رحمه الله: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لكن هيفاي كواه الإكثار ككثيريش كوينجي من زيارة القبور كتكمانا سؤال لواه كنكسر مقبوري حيفاي واندي أدا ياو اندليفو والتردد عليها نمارا كمارا وكاو نيرودي مقبوري مارا كمارا ليو كايندا كيشو كاربيتين شكوتو كايندا، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة وسبب هيلو هو إن لكوا بلك يواه وكي خليف شريعة وكفن يابي من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة من مثل الصياح مفانو يواه مفانو واو كنا كفك مكليل الصياح كنا وكانقوا مكليل هكو والتبرج نكتنبع أوتي واتخاذ القبور مجالس للنزهة na kuyafanya makaburi kuwa ni majlisi zao za kimatembezi, kana kwamba iko kwenye bustani au iko kwenye garden au iko kwenye open space fulani wametulizana. Mkaa mara kwa mara wanakwenda, mwisho tajalia ni maskani zao sasa za kutia story, kama ambavyo kwamba hili lipo katika baadhi ya miji ya Waislamu kama unavyosema baadhi ya halil ilmi. وتضييع الوقت في الكلام الفارغ نكبتيز وكاتك كمنين يسيرن معنا كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية كما أنباله إلي لشهدي ولوهي كتباد يميدي وإسلام. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور نهون ليو مرادي نما قصديو إن شاء الله وهي حديثي ليو مشهور. حديث قال: لعن الله زوارات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكت كلفظ لعن الله زوارات القبور إن كوجة لعن رسول الله انتمي والله مولاني ونواك ونوكثريش كزور مكبوري نين كوجة كوني لفظ الله مولاني ونواك ونوكثريش كزور مكبوري زوارات القبور ناني هاو من تكثر وتعتاد ولا ما وانا كثيريش وتعتاد نقول يريجيه. وقد روي عن جماعة من الصحابة نهين بكلي وكتوك فوينجي كتما صحابة أو كيكوست شوات كتما صحابة كما في أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس أكسيما. أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر، واللفظ الآخر للطيالسي نلفظ جنجيني نبيه جنجيني لعن الله، واللفظ الآخر نلفظ جنجيني للطيالسي لفظه له لا الإمام الطيالسي والبيهقي نا لا إمام البيهقي وهو كنا لعن الله زوارات القبور. وقال الترمذي نام سيما الإمام الترمذي جوي حديث زوارات القبور حديث حسن صحيح حديث قالي زوارات القبور. وقد رأى بعض أهل العلم نوامون إلي بادي ونوصوني أن هذا كان قبل أن يرخص النبي قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم قبل يمتوم كتو رهوسا بزيارة القبور كتك كزور مكبوري ونوامون إلي بادي ونوصوني لعن الله الزوارات القبور kwamba maneno haya aliyasema kabla ya wanawake kupewa ruhusa kwenda kuzuru makaburi. Hili wanalionelea baadhi ya wanawazuoni. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan-nisaa.
hapana kabla an yurakhisa an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa wote kabla ya mtume kutoa ruhusa baada ya katazo lake ambalo amelitoa la wanaume na wanawake kwenda kuzuru makaburi falamma rakhasa alipoidhinisha na kutoa ruhusa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan-nisa wakaingia katika ruhusa yake hiyo ya kuzuru makaburi wanaume na wanawake maneno ya nani hayo al-imam abu isa at-tirmidhi رحمه الله وقال بعضهم نعم السيما بعد ياو نعم ياو بعض أهل العلم إنما كره زيارة القبور في النساء أما تكي أمتوم صلى الله عليه وسلم سؤال لو نواكك زور مكبور لقلة صبرهن ووشاة وصبر زاو وكثرة جزعهن نوينج وجزع زاو جزع عالق فنمامو ينوكيوك صبرا قلت نمسام مني ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم رجال السند رجال وإسناد الحديث وتنم ثقة غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما زيد يقام بخو عمر امتوت وأبو سلمة كنا منينو amesema sehemu kidogo huyu la'alla hadithahu lakini huenda hadithi yake pamoja na yote hayo la yanzilu bihi an martabati alhasan haishuki chini ya daraja ya kuwa ni hadithun hasan hata kama akasema sema bado hadithi yake haitoshuka chini ya kuwa ni hadithun hasan kwa hiyo bado ni hadithi fanywa kazi lakini la hadithahu hadha sahih لكن حديث يكهين صحيح حتى كما تقول نسمى سيمة هو لما له من الشواهد الآتية وقوة حديثه إن شواهد ذي قواتازه يقوانز وأما حديث من أنا فتنقل نسمى نينو شيخ رحمه الله لما له من الشواهد الآتية كان قام بنا السبيرية عرفوا نسمى يبيلي أنا قلت شواهد كل يجوه melewa vizuri hapo. Yaani kafanya moja, jiwe moja ndege wawili. Lima lahu min ash-shawahid al-atiya, wewe akawa zisudiria. Akwambia tena. Ya pili, wa amma hadith Hasan, hiyo ndio shahidi ya hiyo hadithi ya alizungumzia rahimahullah. Wa amma hadith Hasan ibn Thabit, amma hadith Hasan ibn Thabit, fa huwa min tariq Abd al-Rahman ibn Bahman. عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به نعم أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات هذا منين يا الإمام البصيري كذا قال ابن بصيم البصيري وابن بهمان هذا لكن توتو بهمان هو لم يوثقه غير ابن حبان حكون علي موثقيش زيد بن حبان والعجلي نا الإمام العجلي أبو الحسن أحمد بن عبد الله الكوفي منافنز الفضل ابن دكين قد كان وصوني بنغو وحديث الفضل ابن دكين أنا سمع كذا قال وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وهما معروفان بالتساهل بالتوثيق نهاه جلسانا قمبا ونسمبايا قد تقوى ثقيشا توثيق ابن حبان ونسمع علماء ابن حبان قد كتوثيق ذاك إذا كم تجم بكيزي أقسم لا أدري من هو ولابن من هو ولكنه ثقة سمجوه نناني ولم تطناني لكن ظاهر ياك ويمسه توثيق ابن حبان ويوم معروف بالتساهل رحمه الله
وقال ابن المديني نعم سمع الإمام ابن المديني علي شيخ من بخاري وقال ابن المديني فيه نعم سمع علي ابن المديني كمه سهيبان بهمان لا نعرفه هتم فهام سسي ولذا قال الحافظ في التقريب ناطهيني ليما لا تسمع الحافظ ابن حجر على عسقلاني التقريب تقريب التهليب مقبول درجة لا كوني مقبول يعني عند المتابعة أنا كوني مقبول وكات وكفت كان متابعة والشواهد ولم أجد له متابعا نوال سجن فتي متابع وكون غنى نايك التهيلي لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة لكن شاهدي آت الإتاج قبل ياك نبعد ياك هتطويتاج في حكم المتابعة فقد حكم يا طبعا في حديث ياكين متابعة فالحديث مقبول في حديثين مقبول يتاتون كشواهد هزو وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول إلا أنه قال زائرات القبور حديثين يقول قنين لا زائرات القبور وفي رواية زوارات نين رواية مبيل معناك حديث ابن عباس إذا كنت قد كنجي ياكي كلفظ زائرات يعني إليه ولو شكلية وليه ونوزوني ونمكتات ونمك أسند كزور وكو حديث يسمى زائرات ونمك من يكزور وكبوري أما كثيريشا حاجة كثيريشا يعني زائرة وفي رواية لكن كتك رواية كيبيلي إذا كنت زوارات وإليه إنه يزمهم زنا بعد أهل العلم قام هكون أبايا قوانا واكي قوانا قزور مكبوري أبايا قواني كثيريشة لزيارة أخرجه ابن أبي شيبة كتعلم صنف وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما نا رواية إلى نجينة لعن الله الزوارات لهما نياو وأحمد بيا يا أحمد وقال الترمذي نعم سمع الإمام الترمذي حديث حسن إيه زائرات وأبو صالح هذا نهو أبو صالح مولى أم هاني نمتوم وألي أشهور أم هاني لذاك علي بن أبي طالب ليس أم هاني مماك هاني بنت أبي طالب واسمه نجن لاكه يمتوم وهو باذان ويقال باذام إما نيتو باذان أو باذام وأبو صالح هذا مولى أم هاني أنيتها باذان أو باذام قلت نمسامة وهو ضعيف ناي هو ضعيف هو أبو صالح بل اتهمه بعضهم بل وممتهم باذياو ممتهم كما نتنقى حديث وقد أوردت حديثه نني ميتاج حديثياك في سلسلة الأحاديث الضعيفة نمبر 223 لزيادة تفرد بها فيه وزيادة أمبايو آميبوكي كنان وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله يعني كتاج بآذي منين ونوزوني كهوس حالياك هو أبو صالح فليراجع أن يتاق كريجي أرجيهكم أنا سمع رحمه الله فقد تبين من تخريج الحديث إمي بينك أفا بعد تخريجه حديث أن المحفوظ فيه وما حديثي ليحفظيه إنما هو بلفظ ميلي ليكوجك ولفظ يسمعه زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وكوافكيانك وحديث أبو هريرة وحسان عليه نحديث حسان جوياك حديث حسان بن ثابت نحديث أبو هريرة دمشقان جوياك وكذا حديث ابن عباس بيجو حديث ابن عباس في رواية الأكثرين كتك رواية يوينجي ومجا كما كنا رواية نجيني يمسيما زائرات لكن رواية يوينجي ابن عباس يمسيما زوارات على ما فيه من ضعف فمجا نو ضعيف ليكويب نانياكي كن هي رواية ابن عباس فهي إن لم تصلع للشهادة فلا تبر هذا هي رواية كما هي تفا كيفان يكون شاهد فجل يكتو شهودا فلا تبر بيبو هيبو بيه هيبورو هين مدارة يعني ويبو واكي نكتو كويبو واكي نساوة
hilo halidhuru ile riwaya za warath al-qubur kama la yadhuru fil ittifaq al-madhkur ar-riwayah al-ukhra kama la yadhuru fil ittifaq al-madhkur kama ambavyo haidhuru katika makubaliano au ittifaki ya kuungana kwa riwaya ar-riwayah al-ukhra ile riwaya ya pili ibn Abbas riwaya gani hiyo zairat min hadith ibn Abbas كما هو ظاهر ومعنى حديث ابن عباسه ورواية وينغو نسمى زوارات سوا لكن إنه ضعيف سيو نو ضعيف ليقويف ينظور إلى حديث زوارات هيدور ناسك سيما فيها بونا كنا رواية نجيني ابن عباس زائرات يه إلي itatiadosari katika makubaliano ya hadithi ya Abu Huraira na ya Hassan haitidosari yoyote ndio maana maneno haya kama huwa dhahir kama ambavyo hili liko wazi wa idha kana al-amru kadhalik takapokuwa jambo lipo katika sura hiyo fa hadha al-lafdhu itabaki kuwa lafdhi hii isemayo zawarati wanawake ambao ni sura mubala wanawake wanaokithirisha ziara za kwenda makaburini انما يدل على لعن النساء اللاتي لفظه تقوى ينجلش جو يقلانيوا ولو نوك أنباو يكثرن الزيارة ونكثرش زيارة بخلاف غيرهن كنيومن وسيوكوا هاو وسيوك ترش زيارة فلا يشملهن اللعن حواتو جمويش وكتكلان هوينجي فلا يجوز حينئذ حيث فابس وقته أن يعارض بهذا الحديث إبنوه حديث فكتمي حديثه زائرات القبور ما سبق من الأحاديث الدالة يعني حديثه زائرات القبور وتويتكوه وزبنج حديث أما سقام الدالة على استحباب الزيارة للنساء zile hadithi zilizokuja kujulisha kwamba ni mustahabu kwa wanawake wao kufanya ziara kuna makaburini liannahu khassun kwa kuwa hadithi hii itakuwa ni khassun katika mazingira haya wasilka amma na zile zimeenea fayumalu bikulli minhuma fi mahalli hivyo kila moja ifanywe kazi mahala pake kila moja ifanywe kazi mahala pake kwa maana tutawaambia wanawake wanaokithirisha ziara haifai. Kini kadhalika tutawaambia wanawake nyinyi yafaa kwenu kuzuru makaburi. Kukithirisha haifai. Fa hadha aljam'u aula min da'wa an-nasakh. Kuzijumuisha hadithi kwa sura hii ni bora zaidi kuliko kudai kwamba ile imefutwa hukumu yake. Kwamba wamejuzishwa wanawake wakazuru hilo limefutwa wa ila nahu ma dhakarna ذهب جماعة من العلماء نقم فانو وطلو يتاجع ومقويند كما ذهبوا وينجي قد كانوا وزوني فقال القرطبي عن سيما الإمام القرطبي رحمه الله اللعن المذكور في الحديث لعن إلي يتاجع قد كحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة حقيقة سبنجينيفيو لعن هي نقو ونواك ونو كثريش زيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة وموجبها kwa mujibu wa lima taktadhi kwa mujibu wa inavofidisha swiga ya hadithi minal mubalagha katika kule kutajwa mubalagha kukithirisha laana Allahu zawarati laana inawahusu wanawake wanaokithirisha ziara walaala sababa na huenda ikawa sababu ma yufdi ilaihi dhalika min tadhyi'i haqi zawji huenda ikawa sababu ya wao kulaaniwa ma yufi ilaihi dhalik ambalo hupatikanishwa na hilo min tadhii haki zawj kupoteza haki za mume wa tabarruj na kuzurura zurura kadhalika na kutembea uchi wa ma yansha min asiyah na makelele ambayo kwamba huzalikana kwa ziara zao hizo na vilio wa nahwi dhalik na mfano wa hayo وقد يقال نهوين يكثم نيكفا إذا أمن جميع ذلك كما يتأمنيوا يوتهايو
kwa maana tukawa tuna muamana, tukawa tuna muamana wa yote hayo, fala mani'a min al-idhni lahun, hakuna kizuizi kuwapa ruhusa wanawake hao, kwa maana hawaendi kulia huko wala kupiga makelele wala kupoteza haki za waume zao, kwa maana waume wamewaruhusu na wako radhi na wao, hakuna ubaya wakaruhusiwa. لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء وسبب جامبو لكمبوك موتي هلو هتجي ونوانوم نوانوات هاي أن يسمع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال الشوكاني رحمه الله أن يسمع الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قال من نهاية وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده لمن نهاية ليو أنبايه تككانا كزنغتيوة في الجمع بين حديث الباب كتكا كيمويشا بين حديث بين حديث ذلزوب وكتك مسألة هيا المتعارضة في الظاهر zinazo gongana katika dhahir, zichukuliwe katika mahmali hii kwamba haifai wanawake kwenda kuzuru makaburini. Wapi? Kukithirisha kwao. Yafaa wanawake kwenda kuzuru makaburi. Wapi? Wale ambao hawakithirishi, kwa kuwa hili lahitajika kwa wanaume na wanawake, suala la kukumbuka akhira. Anasema rahimahullah katika hashia, وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في سبل السلام لا كتك حالي كتجمعيش حديث كسرهي ذهب الصنعاني أيضا ذيلا ذيلا لبطيط الإمام الصنعاني كتك سبل السلام ولكنه لكن يا صنعاني استدل للجواز بأدلة فيها نظر أمجن قهوجة kuonesha kujuzu na kufaa kwa hilo kwa dalili ambazo kwamba ndani yake kuna walakin fiha nadhar, maana yake ndani yake kuna walakin, kuna shaka. Fahababtu an unabbiha alaiha, hivyo nimeonelea, nimependa an unabbiha alaiha, ni nilitolea hilo uzindushi au nilitolea uzindushi hizo dalili alaiha ala aladilla. Hii ni amana ya ilmu, shekha anafanya hivyo. Kwa maana tunasema hata kama As-Sanaani ameungana na Sheikh Albani rahimahullah, lakini bado katika yale ambayo kwamba kayatumia kuwa ni dalili yasiyo kuwa sawa, shekha anayabainisha rahimahullah. Awalan, la kwanza, hadithu al-Husayn ibn Ali, au ya kwanza katika dalili, hadithu al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, ametumia kwa kuijengea hoja hadithi ya Husayn ابن علي رضي الله عنهما أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما فاطمة بنت أمتوم صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة ألكوا أكل زور كبور لعمياك حمزة كل أحدي كل جمعة كل سكوية الجمعة فتصلي وتبكي فصالها فنهلية. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال وهو منقطع وسقط عليه الحافظ في التلخيص وتبعه الصنعاني صنعاني يقوم قنناين وسكوت هذين نكون يمازق وويل هوا الإمام الصنعاني يعني كلا كتوما إلى زيوته كتك أي حديث نالحافظ ابن حجر العسقلاني واقتصار البيهقي على إعلاله بالانقطاع نكون شليك والإمام البيهقي كويتيا إلا هي حديث إلى موجة توية كم حديثين منقطع فسينا كوين دليا قد يوهم قد يوهم تلو هوين لك لتذانا أنه سالم من علة أخرى كما هي حديثي إكو سلاما إمي سلميك كتو كمانا إلا نينجين هوين لك لتهيو وليس كذلك نجام هاريكو هيدو كما سبق بيانه قريبا كما أمبابه بين سواكي umeshapita hivi punde. Rejea huko utaona. Kwa hiyo usihurike
kwamba Al-Hafidh amenyamaza kimya akuitolea taarifu yote hii hadithi, na kwamba As-Sana'ani naye akapita mule mule kwa Al-Hafidh Ibn Hajar wakanyamaza wote hawa, na Baihaqi naye akataja ila moja tu ya hii hadithi, ila hali hadithi ina ilal haina ila moja. Thaniyan, hadithi ya pili au dalili ya pili katika yale ambayo ameyajengea hoja Al-Imam As-Sana'ani, hadithu Al-Baihaqi ni hadithi aliyotaja Al-Imam Al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman ambayo ni mursala. Man zara qabra al-walidaini, yeyote atakayezuru makaburi ya wazazi wawili, au ahadihima, au mmoja wao, fi kulli jum'atin, katika kila siku ya al-jum'a, ghufira lahu, atasamehewa huyo mtu madhambi yake, wa kutiba barra, na ataandikwa huyo kuwa ni kijana mwema kwa wazazi wake wawili. Hadithi hii wanaifanyia kazi masufi wengi wao juma asubuhi ya juma wanakwenda makaburini kuzuru makaburi ya wazazi wao kwa kutarajia haya malipo. Al-mauhum man zara qabra al-walidain au ahadihima fi kulli jum'a ghufira lahu wa kutiba barra. Sakata alayhi as-Sana'ani aidha, hii vile vile ameinyamazia al-Imam as-Sana'ani. Wa huwa dha'ifun jidda, na hadithi hii ni dhaifu mno, bal huwa mawdu, bali hii imetungwa haina asli. Walaysa huwa mursala, na wala hii sio hadithi mursal faqat peke yake kwamba ni hadithi mursal, la, kama dhakara as-Sana'ani, kama alivyotaja al-Imam as-Sana'ani, bal huwa mu'dhal, bal ni hadithi mu'dhal, lianna alladhi rafa'ahu, kwa kuwa aliyeirufaisha, innama huwa Muhammadu, innama huwa Muhammadu ibn an-Nu'man, ni Muhammad ibn an-Nu'man, وليس تابعيا, نهو ستابعي ستابعي. قال العراقي أم سمع الإمام العراقي في تخريج الإحياء, رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل, أم يفكى ابن أبي الدنيا نعم حديث معضل يجيكم بيقونية متونة معضل نعرف جان, ومحمد ابن النعمان مجهول متنبولكاني هو محمد بن نعمان مجهول. أنا سمع الإمام الألباني قلت نمسام مني وهو تلقاه نايه محمد بن نعمان أميبوكيه عن يحيى ابن العلاء كتوقف يحيى متوتو العلاء البجلي بسنده وسندياك عن أبي هريرة كتوقف أبو هريرة, أخرجه الطبراني في الصغير. أميتاج الإمام أبو القاسم الطبراني كتاب المعجم الصغير. الحديث منكر جدا. ويحيى نيحيى هو ابن العلاء كذبه وكيع وأحمد, أمي كذبش وانا وكيع أحمد, وظلمات بعضها فوق بعض. وقال ابن أبي حاتم في العلل نعم سيما ابن أبي حاتم كتك العلل كتوقك ببياك أبو حاتم, الحديث منكر جدا, رثهين منكر منه كان له موضوع كان قوام بيمتنغوى وهو كذلك. شيخ نسيما وانظر تخريجه مفصلا, تزام تخريجياك كوفن بنزواك مريفو كتك كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة نمبر 49 تاجوا مينجي يسيوكوا هايا.